كيف حالكم؟ إن شاء الله تم بخير. أمر خطير يعني صراحة، يعني الأفارقة وصلوا يعني مرحلة خطيرة راهم يديروا فيها يعني في المغرب، وهي مرحلة اقتحام المنازل واستحواذ على الأملاك مواطنين مغاربة اللي تكون عندهم مساكن شاغرة. والغريب والأغرب يعني أن هذه الحملة عامة يعني في كل نواحي المغرب، وهذا يبين بأن هذا شيء منظم، وهذه استراتيجية راهم يديروها الاحتلال المغرب. أمر خطير جدا يحدث، وهذا احتلال وليس مهاجرين، هذا احتلال لشمال إفريقيا. مهم تبعوا فيديو ثم نعلق تبعوا إخواني أخواتي. قال لك وسط تحذيرات من حملة اقتحام بالقوة، أفارقة مهاجرون يحتلون منازل المغاربة أثناء غيابهم عنها لمدة طويلة. يعني أمر خطير، يعني كل شيء مدروس. تابعوا إخواني أخواتي، شوفوا والله أمر خطير. إخواني أمر خطير جدا، يعني أمر خطير جدا، وهذا أمر يعني موش يعني صدفة، ولا هذا منظم ويمشوا وفق خطة شاملة راه يمشوا فيها للاحتلال واقتحام المنازل الغير. إخواني الحذر والحذر، شمال إفريقيا يعني راهي في يعني خطة توطين أفارقة تمشي على قدم وساق. يعني إذا لم يكن هناك وعي للشمال الإفريقيين، يعني على بالي يعني قبل الفوات الأوان يعني ستضيع، يعني ستضيع البلاد في حال إذا فطنوا في آخر في آخر يعني بعد يعني في آخر الحالة في آخر المرحلة، وهنا لا ينفع شيء يعني لما يفطنوا. يعني هنا يعني واش قال لك استراتيجية عامة، الشيء هذا يقوموا فيه شام يعني في كل نواحي المغرب معناتها، وفي تونس كذلك، في تونس صراع يعني قتلوا حتى مرأة وقيلة رجل ومرأة، قتلوا مرأة وقيلة زوجة رجل وقيلة أمرهم بإخلاء أظن ولا ما نعرف. المهم الأمر موش صدفة، وراهم يمشوا منظمين وراهم مدربين يمشوا وفق خطط، وهم راهم مجموعات صار لهم كل مجموعات إرهابية. يعني هذو هم الإرهابيين من نوع خاص، يعملون على استيطان والتوطين واقتحام منازل، ونفس خطة المستوطنين تاع الصهاينة نفس خطتها. لهذا الحذر الحذر ثم الحذر، دعوة مش لعب. السلام عليكم.